بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 12 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة ألمنيوم البحرين ألبا وكأس الرفة للخيل العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو شركة ألبا الراعية للسباق وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل، وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس شركة ألبا للشوط السابع من السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا، بعد فوز جواد سموه ريكفري رن بالمركز الأول في الشوط السابع، فيما قام السيد علي البقالي بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأس الدانة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وجائزتين إلى المضمر هشام الحداد والفارس نيل كالن الفائزين بالمركز الأول في الشوط الثالث لبطولة البحرين الدولية. كما قدم كأس ألبا للشوط الثاني إلى الشيخ خليفة بن راشد الخليفة، وكأس ألبا للشوط السادس إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس ألبا للشوط الثامن إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس. هذا وشهد السباق إقامة الشوط الثالث من سلسلة أشواط بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل، والتي تشتمل على 10 أشواط خلال سباقات الموسم الجاري، حيث أقيم الشوط على كأس الدانة وبمشاركة 14 جوادا يمثلون الإسطبلات البحرينية والعالمية. واستطاعت جياد مملكة البحرين تحقيق المراكز الأربعة الأولى بفوز الجواد مارس لاندينغ لإسطبل المحمدية بالمركز الأول، تلاه الجواد ماجيكال وش لإسطبل ام كي ار ريسينغ والمضمر جي اس مور والفارس ديفيد ايجن بالمركز الثاني، ثم الجواد زاغاتو لإسطبل المحمدية والمضمر هشام الحداد والفارس حسين مكي في المركز الثالث، ثم الجواد بونز بوي لإسطبل المحمدية والمضمر أسامة هاشم والفارس بادي ماذرز في المركز الرابع.